لا نتحدث عن المرحله الانتقاليه، واحنا شوف احنا التجربه علمتنا اننا لا نستعمل المصطلحات التي تبعدنا على بعضنا البعض، لا نستعملها. انا هذه اذا كان سي الحاج كي نقول له زجاجه يزعف منها ما نقولوش زجاجه، نقول له قرعه. اذا كي نقول له زجاجه نقول له زجاجه، الحاج يقول لي اخويا انا الكلمه هذه ما نحبهاش، ما نقولوش زجاجه. واش يخسر؟ نقول له انا نرجع للدار جاي، نقول له هذه قرعه، قرعه 10 تاع ماء مش تاع ماء، قرعه حلال، قرعه حلال، قرعه حلال. يعني احنا لسنا من هوات التأزيل، احنا لسنا من هوات العبارات الصادمة. يا اخي معليش كلمة انتقال ديمقراطي ما تساعدش، ماهيش مشكل، ورا المشكل. المهم دعوا في الفعل، المهم نتلاقاو ونمشيو مع بعض.